يتيم الروح مجروح، يتيم الروح مجروح، يتيم الأب والسند والولد والقلب والحبيب مدوح، ولإننا أغراب مع أهلنا وعلى نفسنا مع بعضنا أغراب. من صغرنا إيه ذنبنا؟ مش ذنبنا، مش ذنبنا أغراب. أحزاننا ما بيدوش، أفراحنا ما بيدوش، أيامنا ما بيرحموش. أحزاننا ما بيدوش، أفراحنا ما بيدوش، أيامنا ما بيرحموش. وكمان أهالينا يا ناس هدوء ولا وحوش؟ ومنين نلاقيها؟ منين نلاقيها؟ من الإخوات ولا من القرايب ولا من ذكريات خلتنا يا ناس غرايب؟ الأخ بايع أخوه والابن ناسي أبوه، الأخ بايع أخوه والابن ناسي أبوه. يا طارق القلوب، يا مظلم الدروب، ابعد عنا وتوب في الكره ده ندوب. يا طار جوه القلوب، انضل بالدروب، ابعد عنا وتوب في الكره ده ندوب. يا طار جوه القلوب، انضل بالدروب، ابعد عنا وتوب في الكره ده ندوب. رشدي جه ومعاه المحامي. اتفضل يا متر. مساء الخير يا نيل. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا رشدي. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير. ايه اتاخرتوا كده ليه؟ معلش الاستاذ عبد المقصود كان مشغول شويه. ازي حضرتك يا خير يا هاني؟ الحمد لله. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا اهلا. يلا اتفضل يا متر على المكتب. يلا يا احمد يلا يا نين. عايزين اي حاجة؟ فريدة اعمل لنا شاي كلنا. حاضر. احنا حصرنا تركة المرحوم من اطيان وعقارات وخلاف، وانا دلوقتي حارض عليكم محتويات التركة، وبعدين هنبحث مع بعض طريقة تقسيمها حسب نصيب كل واحد منكم. انا دلوقتي هقول لكم على التقسيم اللي بقترحه، لكن الامر اولا واخيرا راجع ليكم انتم. يعني تحبوا تغيروا حاجه بحاجه، تبدلوا عقار بارض زراعيه؟ كل الحاجات دي نتفق عليها وننفذها لكم، وانا شايف طبعا انه مش هيحصل خلاف على اي شيء باذن الله. Thank you.
قلت دي هنا. استنى بس يا اخي هبوظ الدنيا. لا دي مكانها هنا. عجبك كده؟ اديك وقعت كل حاجه. لا انا ما عملتش حاجه. تبعا لاعلام الوراثه في السيده خيريه زوجة المرحوم عصمة النمراوي لها ثمن التركه والباقي مناصفه بين الاخين الاستاذ احمد النمراوي والاستاذ رشدي النمراوي. اما مجمل التركه فهو 10 فدادين زراعيه والعمارتين بتوع السيده والحلميه والفيلا اللي احنا فيها دي. بعد اذنك يا متر، انا شايف ان احنا نطلع الفيلا بره التقسيم خالص. الفيلا دي بتاعت نينا وهتفضل بتاعت نينا طول العمر، عشان كده انا مش شايف اي داعي انها تخش في التقسيم. على اي حال انا تحت امركم في كل اللي بتتفقوا عليه. ايه رايك يا استاذ احمد؟ اذا كان رشدي شايف كده فخلاص مفيش خلاف. احمد، نينا خيريه مش والدتك انت لوحدك. انا ما شفتش امي من يوم ما اتولدت. نينا خيريه بالنسبه لي اكتر من ام الحقيقيه. ربنا يبارك لي فيكم يا ابني. انا دلوقتي ماليش غيركم، وكل اللي اتمناه ان اشوفكم سعدة وناجحين. يبقى دلوقتي الحاجات اللي هتتقسم هي الارض والبيتين والمصنع. مصنع ايه؟ مصنع ايه؟ مصنع الورق. المصنع متباع يا استاذ احمد. متباع؟ متباع يعني ايه؟ المرحوم باعه قبل ما يموت بايام. ازاي ده؟ انا ما اعرفش حاجه زي دي. سامع كلام رشدي بيقول لك المصنع متباع. الكلام ده مش صحيح يا ابني. المرحوم ما جابليش سيره حاجه زي دي ابدا. يا خيريه هانم، الاوراق والمستندات هي اللي بتقول كده. المرحوم باع المصنع وعقد البيع متسجل كمان. ازاي ده حصل؟ وباع المصنع لمين؟ للاستاذ رشدي. ايه؟ ليه ما قلتليش يا رشدي؟ ازاي حاجه زي كده تحصل وانا معرفش؟ احمد، انا مش فاهم انت ليه مستغرب من الموضوع ده، مع ان المفروض ان المصنع ده من يوم ما تاسس وهو ليه. يا احمد، فكره المشروع ده اصلا فكرتي، وانا اللي طلبت من المرحوم انه ينفذه باسمه في الاول، لان المشروع في بدايته كان محتاج يعني لواحد له تقل وخبرته. افتكر يا احمد انت فاهم كل ده. بس ده مش صحيح. لا لا يا احمد، ده صحيح ونص كمان، بدليل ان المرحوم بمجرد ما حس ان انا فهمت الشغل كويس واني قادر ان انا يعني امشي المصنع لوحدي بعهولي على طول. ما اعرفش، على كل حال يا احمد، اذا كنت شاكك في حرف واحد من الكلام اللي بقوله لك، يعني انت ممكن تطلع على الاوراق والمستندات. أرجوك يا متر، وري الأستاذ أحمد عقد البيع وأوراق التسجيل. حاضر يا أستاذ رشدي. اتفضل يا أستاذ
من فضلك المتر عبد المقصود عايزك تمضيله على شوية أوراق بخصوص التركة. أنا ما مضيش على أي حاجة وأحمد مش موجود. عن إذنك. بقول يا متر. أيوه. طب معلش اتفضل أنت دلوقتي وبكرة أو بعده أنا هبقى أتصل بيك نكمل بقية الإجراءات. عقبال يا سيدي ما تفاهم أنا معاهم. طيب يا أستاذ رشدي. أنا منتظر التليفون منك. وهو كذلك. مع السلامة يا متر. أنا مش فاهمة، مش فاهمة إزاي المرحوم يعمل حاجة زي دي. يا نينا، يا نينا اهدي أرجوكي، ما تعمليش في نفسك كده. اللي حصل حصل ومش بإيدنا نغيره. لكن إزاي ما قاليش؟ طبعا ما يقولكيش. إزاي بقى؟ لأنك طبعا كنت هتعرضيه. طبعا كنت هعرضه، بس مش عشان انت ابني، لا، هعرضه علشان ده مش عدل. أنا طول عمري كنت بعامل رشدي زيك بالظبط. ما كانش في حد بيحس في معاملتي ليكوا انكوا غير شقق. يوم هو يجي يفرق بينكم وانتوا الاثنين ولاده، ما حدش يرضى بكده ابدا. يا نينا، يا نينا انسي الحكايه دي خالص. انساها؟ انسى ازاي؟ انسيها عشان خاطر صحتك. احنا عايزينك يغور المصنع والتركه، بس ما تعمليش في نفسك كده. انا يا ابني بس. يا نينا، يا نينا اللي حصل حصل ومش بايدينا نغيره. مش هينوبنا حرق الدم. بابا. بابا. اه حبيبي. أمل عايز ايه؟ انا عايز لعبة خشب بتاع سليم عشان هو مش عايز يلعبني بيها. حاضر يا حبيبي، هجيب لك لعبة أحسن منها ألف مرة. هجيب لي معاك كمان القطر اللي بيلف. هجيب لك القطر اللي بيلف والعربية اللي بتلف والطيارة اللي بتلف وكل اللي انت عايزه. بس انت عارف حبيبي مش هقدر اجيب لك حاجة دلوقتي، المحلات قافلة. بكرة الصبح ان شاء الله. ها؟ يلا حبيبي، يلا يلا علشان تطلع تنام. تصبح على خير يا مدوحة. انت من اهله يروح نوم. ما اتكلمتوش مع بعض من ساعتها؟ ابدا، جه من بره يا دوب قال لي مساء الخير وطلع مبوز. طب ما تعرفش ناوي يعمل ايه؟ يعمل ايه في ايه؟ حكايه المصنع. لا، في حكايه المصنع هو ما يقدرش يعمل حاجه ولا غيره يقدر يعمل حاجه. سلوى، المصنع ده من حقي انا، لان انا اللي شلته على كتافي من يوم ما اتبنى. وناوي تعمل ايه؟ هتسكت له على دي كمان؟ ده حقك وملك يا احمد، ازاي تفرط فيهم بالسهوله دي؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا فريده؟ المصنع خلاص بقى من حقه سواء رضينا او ما رضيناش. ابويا باعهوله قبل ما يموت. انت اتاكدت من الحكايه دي؟ ايوه اتاكدت. طب وبعدين؟ ده انت استقلت من وظيفتك علشان تيجي تقف جنبه في المصنع وتساعده فيه. تقدر تقول لي هتعمل ايه دلوقتي؟ هتروح تشتغل عنده في مصنعه ولا ايه؟ زي اي واحد غريب ولا هتقعد كده من غير شغل؟ ها؟ ارجوك يا فريده اسكتي، قفلي على الموضوع ده خالص. انا ما عدتش مستحمل كلام اكتر من كده. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنا بنتمرن في القسم المخصوص. يعني ايه القسم المخصوص ده؟ لما تبقى تكبر بقى يا حبيبي وتروح المدرسه هتعرف الحاجات دي. طيب هات بقى، تعال هات. هات الشنطه، ريح فين؟ تعال تعال
ايه مدحت فيه؟ شايف يا بابا سليم بيضربني. ازاي ولا تمد ايدك عليه؟ وقدك انا ما ضربتوش يا عم، ده اللي خدف من الشنطه. طب يلا اطلع فوق يلا. لا حبيبي معلش ما تزعلش، ماما فين؟ فوق. طب يلا اطلع عند اهلها علشان تحضر لنا الغدا. ها حاضر. يلا. كلش ليه؟ شبعت. معناه ايه الكلام ده؟ انت فاهم لما العمال بتوعك يطلبوا الفلوس في وسط الشغل يعني حلو ودراعي؟ محدش قال كده يا سعاده البيت، هما الولاد بس عايزين يطمئنوا، والشهاده لله هما شغالين على اخرهم. اخرهم ولا اولهم ده ما يهمنيش، المهم ان الشغل يخلص والطلبيه توصل في ميعادها ان شاء الله. وبعدين بقى ياخدوا ولا ما ياخدوش ده شيء انا اللي قرره ان شاء الله. حاضر يا سعاده البيت، ربنا يكرمك، ربنا يوسع رزقك. اي خدمه تانيه؟ لا يا اخويا ما نستغناش، مع السلامة. حاضر. الدواء ده تاخد منه 10 نقط على نص كوباية مية، والأقراص دي قرص بعد الأكل 3 مرات يوميا، والأقراص التانية دي قرص الصبح وقرص بالليل قبل ما تنام. وانا باذن الله لما اخلص العاده بالليل هعدي عليها تاني. متشكر قوي يا دكتور. العفو. اتفضل. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. ياسين يا فريده. حاضر. يعني اطمن يا دكتور.
اطمئن، بس اهم حاجة انها تاخد الدواء بانتظام وترتاح راحة تامة. متشكرين جدا يا دكتور، احنا منتظرينك بالليل باذن الله. ان شاء الله. مع السلامة. السلام. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا احمد. مساء النور. مين ده؟ ده الدكتور. دكتور ليه خير؟ اصل نينا تعبت شوية. لا سلامتها بعد الشر. وقال ايه الدكتور؟ كتب لها دواء هروح اجيبه لها. انا طالع اطمن عليها. لا 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 لا، يعني ايه يا احمد؟ يعني بلاش تطلع لها دلوقتي، هي نايمه، خليها تستريح. احمد تعال نخش المكتب جوه، انا عايز اتكلم معاك شويه. لا ملوش لزوم دلوقتي، انا راح اجيب الدواء. زوروني في السنة مرة حرام، تنسوني بالمرة حرام. مساء الخير يا سند. مساء النور. ايه اللي اخرك كده؟ كان عندي شغل كتير في المصنع. دخلت الليلة بيقولوا انها تعبت النهارده وجابوا لها دكتور. ايوه يا ستي. مفيش اخبار جديده في حكايه التركه؟ اخبار جديده زي ايه؟ يعني لسه ما قسمتوش الميراث بينكم؟ اعمل ايه يا ستي؟ استاذ احمد مش راضي يديني وش ومقاطعني ومش عايز يتكلم معايا في اي حاجه. يا سلام، خلاص سيب، هو حر، لما هيتزنق زي عوايده هيجي لغايه عندك ومدد ايده. أتاري الست فريدة هي رخرة لو يبوزها معايا. بركة لها جات منهم بلغم. أمال مدحت فينا سنة؟ تلاقيه بيلعب برا في الجنينة. طب قول له ما حضرونا الغدا عشان أرجع المصنع تاني. ليه؟ في طلبية لازم تتسلم ولازم أكون موجود. زين صحتك دلوقتي يا تيتا؟ كويسة الحمد لله. طب مدام كويسه والحمد لله، شكلك باين عليه متضايق ليه؟ وانا شكلي متضايق؟ مش انت بس، ده كل اللي في البيت مكشرين وزعلانين زي ما يكونوا مخاصمين بعض. هو في حاجه حصلت يا تيتا؟ هو بابا مخاصم عم رشدي؟ ايوه. ليه؟ بكره لما تكبر هتعرف كل حاجه. وليه ما اعرفش من دلوقتي؟ لان في حاجات ما يعرفوهاش الا الكبار، والصغيرين مش لازم يعرفوها. بس انا مش صغيره تيتا، ولازم تقولي بابا متخانق مع عم رشدي ليه؟ عشان عم رشدي اخذ حاجات من بابا. طب وليه بابا ساكت؟ عشان ابوك طيب وعلى نياته، والطيب في الزمان ده بقى الحيطة المايلة اللي الكل بتركن عليها. طب ما تروح انت لعم رشدي وتاخدي منه حاجة بابا. ما ينفعش يا حبيبي، لازم كل واحد ياخد حقه، ولازم يحافظ عليه كويس قوي. عشان كده انا عايزاك تاخد بالك كويس من الناس حتى القريبين منك. خد بالك منهم، لأن الواحد كل ما كان قريب، كل ما كان قريب منك، كل ما كان في إمكانه إنه يطولك ويضربك. وضربة القرايب بتكون أشد وأقوى من ضربة أي حد تاني. طب وليه القرايب بيضربوا بعض يا تيتا؟ عشان بقينا يا ابني في آخر زمن، الناس خلاص اتفلت عيارها، بياكلوا بعض. بس انا كنت بسمعك كتير تقولي انا اخوه على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. الظاهر يا ابني ان الغريب بقى احن على الواحد من اخوه او من ابن عمه. الله.
فين استاذ احمد والست فريد؟ اطلع عند اهلهم من فوق. ما انا قلت لهم قالوا هيتغدوا النهارده فوق مع الست الكبيره. اتغدوا فوق مع الست الكبيره؟ طيب اوصل عند سيدك مدحت من الجنينه يلا. بالشفاء والعافية يا نين. يعافيك يا ابني. عملت ايه يا احمد في حكاية التركة؟ مش اصول تقعد مع رشدي وتصفي معاه بقية الحاجات؟ ولا ناوي تسيبهم له كمان؟ يا نين احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا في صحتك انتي واي حاجة تانية تكون. ما هو يا ابني لازم تعرف راسك من رجليك. حاضر حاضر هبقى اقعد معاه واتفاهم معاه على كل حاجه، بس ريح نفسك انت ما تحمليش هم. نينا واقفه كده ليه؟ والا انزلك من السرير وانت تعبانه يا نينا. ايه يا نينا خير؟ طب على مهلك على مهلك. لا الف سلامه عليك يا نينا، الف سلامه حبيبتي. استريح. ايه يا نينا؟ ايه اللي قومك من السرير دلوقتي؟ اصلي عايزه اتكلم معاك كلمتين كده. طب ما طلبتنيش ليه وانا كنت اطلع لك الاوضه بنفسي؟ يعني انت كنت طلعت شفتني لما تعبت وجاني الدكتور. يعني انا حبيت اطلع لحضرتك. احمد هو اللي منعني، قال لي ان الدكتور مانع الزياره ومنع ان حد يتكلم معاك كتير حتى اساليه. حصل خير. على العموم يا ستي انا تحت امرك، عايزاني في ايه؟ في موضوع احمد. مال تركته؟ ما انا نينا عرضت عليه ان احنا نقسم التركه وهو اللي رفض. وانت شايف ان اللي عرضته عليه ده اسم عدل؟ طبعا يا نينا اسم عدل، والاسم معموله حسب الشرع والقانون. والشرع والقانون قالوا ان احمد ما يورث في المصنع، لان المصنع مش من ضمن التركه. المصنع ده متباع لرسمي. متباع لك يعني؟ المصنع ده انت عارف كويس انه ملك ابوك الله يرحمه، وحتى لو كان باعهولك برضه ده ما ينكرش ان احمد له فيه، لانه تركت والده. يعني انا معلش يعني ايه؟ خليني افهم حضرتك. احمد ملوش اي حق في المصنع ولا حتى يعرف عنه أي حاجة يا نينا. أنت عارفة المصنع ده من يوم ما اتبنى أحمد ما راحوش غير ثلاث أربع مرات. أنا بقى يا نينا ما سبتوش ثانية واحدة، ما سبتش المصنع ثانية واحدة. عارف كل حاجة فيه، مكنة مكنة، عدة عدة، مسمار مسمار. والعدل، العدل يا نينا، العدل يقول إن أنا اللي أحق بالمصنع مش أحمد. أصل مستحيل تساوي بين اللي اشتغل وبين اللي ما اشتغلش، بين اللي تعب وشيء وعرق وبين اللي ما يعرفش المصنع غير من بعيد. يعني هتخرج أحمد كده بولا حاجة يا روشي؟ لا يا نينا بولا حاجة ازاي؟ مين قال الكلام ده؟ أحمد له في التركة زي ما ليا بالظبط، بس المصنع ده مش من ضمن التركة. ده احمد اخوك يا رشدي. جرى ايه يا نينا؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ طبعا احمد اخويا وفي عينيا الاتنين من جوه. امال ازاي عايز تحرمه من حقه ومن شقى والده؟ يا نينا يا نينا حاولي تفهميني بقى. اولا ده مش حقه، ثانيا ده مش شقى والده، ده شقايا انا يا نينا، شقايا انا.
انا اسف يا نين. معلش. حاضر يا نين. انت عارفه ان انا ما اقدرش ازعلك. كل اللي تطلبيه انا هنفذه ومن عينيا الاثنين. حاضر. انا هخلي احمد يجي المصنع يختار الشغلانه اللي تعجبه ويحدد لنفسه الاجر اللي يعجبه. يعني عايزه يشتغل في ملكه بالاجره؟ يعني افهميني بقى، يعني افهميني، المصنع ده مش ملكه، ملوش حق فيه. وبعدين بقى ارجوك يا نينا، يعني ما تخلينيش اخرج عن شعوري بقى وانفعل في الكلام. تشخط فيا يا رشدي؟ يا نينا حضرتك اللي بتستفزيني بالكلام. ارجوك بقى، انا مش عايز اسمع سيره الموضوع ده خالص، ارجوك من فضلك يا نينا. يا خساره، يا خسارة تربيتي فيه. ما كانش ده العشم ولا كان ده اللي انا منتظره منك بعد كل اللي عملته معاك. انا عمري ما فرقت في المعامله بينك وبين احمد، بالعكس كنت باجي عليه هو عشان ما اكسرش بخاطرك بعد والدتك ما ماتت. جاي انت دلوقتي تكسر بخاطر اخوك. طب يا نينا قولي لي حضرتك عايزه ايه بالظبط؟ طلباتك ايه؟ تدي احمد في المصنع قد ما هتاخد. حاضر. ومال هي على العموم فكره كويسه قوي، بس انا ابقى يعني لازم ابقى راجل اهبل علشان اعمل كده. يعني ايه؟ يعني يا نينا الظاهر يعني العيا والتعب زايدين عليكي حبتين وحضرتك مش عارفه بالظبط انت بتقول ايه. قصدك اني بخرف يا رشدي؟ لا يا ماما لا سمح الله، انا ما اقصدش كده، انا عايز اقول ان بس بزياده كلام. انت قلت كل حاجه عايز تقولها، كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك، كتر خيرك، لانك عرفت ازاي ترد الجميل. عن إذنك. شايف يا عصمت؟ شايف اللي بيحصل ده؟ شايف اللي جرالي وجرى لأحمد من رشدي؟ ليه عملت كده؟ ليه اتفرق منه؟ الاثنين ولادك. الله يسامحك يرحمك يا عصمت يا نمر. الو؟ ايوه يا ساعة البيت. لا يا فندم كله تمام، اللواري واقفة تحت من الصبح بتحمل الطلبية. ألف شكر يا فندم، ألف شكر. يا سعادة البي احنا مش عايزين غير راحة سعادتك ورضاك، وهو كذلك. بقول ايه يا سعادة البي، من فضلك لو سمحت تأمر موظفين الحسابات يطلعوا الشيك باسم رشدي عصمت النمراوي.
ما هو ده الاسم القديم، انما ان شاء الله من هنا ورايح كل الطلبيات الجديده والشيكات اللي تتكتب لها تبقى بالاسم الجديد، رشدي عصمت النمراوي. ايوه الف شكر يا فندم، كتر خيرك. وهو كذلك، مع السلامه يا فندم. تحت الامر يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. خد يا عم علي، انزل لغايه تحت لغايه اللوريات كلها ما تحمل وتسلمهم الطلبيه، وبعدين هات الاوراق وتعالى على طول. حاضر يا فندم. وشوف الاضافه لسه سيادتك ما مضتهمش. ايوه يا عم علي، بس لما رجعوا. اصل انا في الحقيقه يعني كنت وعدت العمال. وعدت العمال ده ايه؟ انت مش من حقك توعد حد بحاجه. الله. وبعدين يا اخي انا مش فاهم انتوا متصربعين على ايه؟ هو المصنع طارق. خلاص خلاص يا سعاده البيه، انا هقول لهم يستنوا لحد ما سيادتك تراجع الكشوفات كلها. حاضر، اي خدمه تانية؟ لا يا سيدي متشكر. اوصل بس اطمن ان اللوريات كلها حملت وتعالى لي على طول يا عم علي. حاضر. خلصت واجب الحساب يا سليم اللي عليك؟ اهو اتفضل. لا برافو، كويس قوي. طب حفظت قطعه المحفوظات الجديده ولا لسه ما حفظتهاش؟ لا بقى، ده انا حفظتها ماي. طب لو كنت شاطر بقى سمعها لي كده. ايها الطائر غرب كل صبح ومساء. ايه ده؟ كل صبح ومساء مش ومساء؟ ومساء. واملأ الروض صفيرا. ايوه. وتمتع بالغناء. مساء الخير. مساء النور. ها سليم، عامل ايه في المدرسه؟ الحمد لله. انا عايزك كده تتجدع وتشد حيلك علشان تبقى بطل زي بابا. ها احمد، انا كنت عايزك في كلمه. كمل يا سليم. ايها الطائر غرد كل صبح ومساء. مساء. سليم معلش استنى شويه يا حبيبي، انا عايز بابا في كلمتين. يلا كلمتين نتفاهم. يلا يلا احمد تعال نخش المكتب عشان نتكلم على راحته. جرايا مالك؟ ماليش. لا مالكش ازاي؟ انت مش طبيعي ابدا اليومين دول، يعني ما بقتش تقعد وتتكلم معايا، ده حتى السلام يا اخي بترد عليه متغصب. والاغرب من كده ان نينا خيريه وفريده واخدين نفس الموقف زي ما يكونوا مقطعيننا انا وسلوى. ايه الحكايه يا احمد؟ مفيش حكايات. في قوي احمد، مش هو ده الجو اللي كنا عايشين فيه طول عمرنا مع بعض؟ كل حاجه ما بتفضلش على حالها. طيب ايه السبب؟ السبب يا احمد؟ لا ما تسكتش كده، بدام قاعدين نتكلم مع بعض يبقى لازم نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم بصراحه. ده احنا اخوات يا احمد. انت شايف كده؟ شايف ايه؟ اننا اخوات؟ افتكر دي ما فيهاش شك. بس في حاجات حصلت خلتني اشك. خليتك تشك اننا اخوات؟ طيب يا سيدي قول ايه اللي حصل. افتكر انت عارف كويس ولا ايه؟ يعني احمد، انا ملاحظ كل حاجه، وملاحظ ان التغييرات دي ما حصلتش الا بعد ما كنا قاعدين يوم تقسيم التركه. يا احمد انا فاهم كل حاجه، وفاهم انك يعني خدت على خاطرك من ساعه ما عرفت ان ابويا باع للمصنع، لكن حقيقي الشيء اللي انا مش فاهمه ايه اللي يزعلك في حاجه زي كده؟ لاني عارف ان والدي ما باعلكش المصنع برضاه. معلش، المصنع برضاه يعني ايه بقى؟ يعني هددته وخليته يبيعهولي بالعافيه؟ ولا ضحكت عليه وخليته يمضي من غير ما يدري؟ انت فاهم قصدي كويس يا رشدي. المصنع ده من يوم ما اتبنى وانت
بتلف وتدور عشان تبعدني عنه. حوضت على كل حاجة وبذلت كل جهدك عشان تبعدني وتستفرد انت بكل شيء. احمد انا بذلت كل جهدي صحيح، لكن ده كان جهد في الشغل. انت عارف كويس قوي ان انا دخلت المصنع ده وهو لسه ارض خلا، اشتريت له المكن. بس ما تنساش ان ده كله مال ابونا، يعني الفلوس اللي اتعمل بيها المصنع فلوس ابونا انا وانت. يعني المصنع ده حق بيني وبينك مش حقك انت لوحدك. ولما انت شايف ان المصنع ده حق بيني وبينك مش حقي انا لوحدي، ما جيتش ليه تشتغل في المصنع يا استاذ احمد؟ ما جيتش ليه تحافظ على حقك فيه؟ احمد انت عارف كويس المصنع ده من يوم ما اتبنى انت ما كلفتش خاطرك ورحته غير 5 6 مرات. انا بقى كنت باكل هناك، بشرب هناك، بنام هناك طول الليل والنهار في الوحل وفي الزيت مع العمال والمكن. حضرتك استكبرت تيجي وتشتغل فيه، تقوم الصبح تلبس بدلتك تحط كلونيا وتروح على مكتبك. استكبرت تشتغل في المصنع وتشقى فيه، وجاي دلوقتي تقول ان ليك حق في المصنع يا استاذ احمد؟ يا احمد بيه، طب ازاي؟ بس ما تنساش ان الفلوس دي فلوس ابونا انا وانت. لا دي فلوسي انا، لان انا اللي جبتها. حتى احمد لو كان صحيح ان ليك نصيب في المصنع فدي جريت قد واكتر، ولا انت فاهم يعني ان الفلوس اللي خدتها مني دي كنت بجيبها لك من الهوا؟ يعني ايه؟ يعني اذا كان ليك قرش في المصنع فانت خدت بداله 3 قروش واكتر. ده حقك ان كان ليك حق، لكن اللي فاضل اللي باقي اللي موجود من المصنع فده حقي انا، وكل قرش طلع منه كان مغموس بدمي وعرقي. كنت فين يا استاذ احمد طول الوقت اللي فات ده؟ كنت فين انت؟ ما جيتش المصنع الا لما عرفت ان ابويا عي وايامه قربت، استقلت من وظيفتك وجيت علشان تاخد كل حاجه على الجاهز. انا اتعب واشقى وانت تاخد كل حاجه على الجاهز؟ لا يا احمد، لا مش بالبساطه دي تاخد حق اللي تعب وشقي وعرق. انت تعبت وشقيت صحيح، بس في الدوران واللف والحليطه فضلت تزن على ودان ابويا لحد ما ربطت دماغه ولعبت عليه لعبتك القذره لحد ما غصبته يبيع لك المصنع. اسمع بقى يا احمد، يا احمد بدل ما انت عمال بتزعق وبتطول في لسانك، احمد ربنا ان انا مستحملك وساكت طول المده دي كلها. افتكر خلاص ما عادش في كلام ينقال، لازم ننهي كل شيء. اتفضل خد اللي ليك وتصرف زي ما انت عايز. عاجبك على كده اهلا وسهلا، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. هي حصلت تتكلم معايا بالشكل ده؟ واكتر من كده كمان، وان كان عاجبك. لا مش عاجبني. يبقى اتفضل اخرج من هنا واعلى مفخلك اركبه. لا يا استاذ، فوق قوي. البيت ده بيت ابويا وامي. عارف امي يعني ايه؟ امي اللي ربتك وعملتك بني ادم وانت ولا تزوى. والكذب زي الحقايق والكلمة للفاقة.
ظلمنا واتظلمنا في ضرب الحياة.